بيوع يا جراندي بيوع وما تقوليش شنو منه والمالك هو نخديه وجهه عاد وين ندري عليه انا من بكري كنت مقعمس في السياره تعرف يا شرنقه المره هي لو كان حصلنا ولا والله ما فينا واحد طالع ولا يقدر حد يطلعنا دي خنبه مصرف يا شرنقه خساره الخطه اللي قال عليها البكستا خطه مش عاديه بكل معلش يا برو خيرها في غيرها اسمع شو رايك نديروا خطه ثانيه واني متاكد انها تشد معانا هات وسمعني يا راجل ولازم تعرف كويس ما عادش عندنا وقت والبوكشاش خايف يدير فينا زي ما دار في البوضمه تي خيرك يا شرقه وانت ديما ركباتك الزغبه تدير الحوله مره خالطه وحديه وادرز معاه لا ينعس قولي انا قلت من اول ما شفتك وما بيتش تتكلم تو هذه قصه اللي يصير منها اسمع انا كل الشغل 100 هو في واحد فرمت فيكم انت لازم اعرف من هو الفرمتاري انا كل الشغل فيه نظيف انا في شغل نظيف فهمني كيف القصه بالضبط ها هذا السرنقه هو قاعد في السياره وانت قاعد في همام ومستر جراندي قاعد في صاله بالتعبان وانا قاعد في محل هو في دوش كيجي يقول وين هذا النفر راس كبير اقول انا شنو فيه هو يقول في جماعه دور عليك انا اقول جماعه هذه ما فيش نفر انا يعرف بكم وبين ما قالش من عدد دوش لا 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 ما فيش قول باي تونا نمشي بروحي ونعرف شنو فيه بالضبط سلام الشغل مش كويس النفر ما فيش دماغ سكر بالله عليك يا بنتي قولي لي اعطيني المهم امها زبيده شن قالت بالضبط العفو يا عمي خالد مش قلت لك امها ما كانتش موجوده تما لو وين مشيت يا بنتي وين مشيت والله ماني عارفه قالت هيك مشيت لي ناس زي ما تقول اقاربهم المهم يا عمي عندهم مناسبه ما يقولي لي ما عرفتيش شن هي المناسبه السعيده هذه اللي تخلي زبيده تمشي بروحها وما ترفعش معاها بنتها امال العفو يا عمي شد حسابني شادها التحريات انا وانت هالفتره شادها في جرتي غير تقصقص تبي تعرف زبيده شنو تدير وين مشت وحتى ما كلتها تبي تعرف شنو كلات انا اللي ندير فيها بنتي هذا كله بحكم الجيره وبعدين زي ما انت عارفه هذه مراوليه والولد اللي عندها ما ينفعش ما هوش نافع احرف حتى من الولد عندي انا حق قولي لي الدوشكا ولدي اليوم وين مشي ما شفتهاش بالله يا عمي غير من سمعت تنشد فيا انا عليه تهدوشكا زيني زيك ما نشوف فيه غير ما تنحط صفرة العشاء ولا الغداء وباقي الوقت زي ما تعرف يا عمي اما شيها صهر ولودان مع هادم اللي يقول عليهم اصحابه انا تو طالع يا بنتي ما تبيش حاجة للحوشو ايه حقا يا عمي ذكرتني ذكرك بالشهادة ان شاء الله خالي قال يبي كسكسي بالحوت حش عويناتك وباش يبيه الكسكسي بالسردينة ولا بالكوالي العفو يا عمي خيرك كسكسي بالحوت يجي معاه السردينة هذه السردينة كان بتجيبها نديروا بها كفتة والله تجيها على كيف كيفك يا محلاها ولا كان تبي نزيدوا نزينوا صفرة العشاء جيب معاك فروج ولا اثنين كسكسي ويبيه في العشاء حاضر ان شاء الله غير ما يهربش الضي المرة هذه زي المرة اللي فاتت ويقول القطوسة هي اللي كلت عشانها بح والله ما عاد عندي ما نعطيك طار الحمام صفقي يا زبيدة حتى صندق اللي كنت عابي عليه يا وبي ودسات اللي عازة الزمان خنبوه شيء جي ولد الحلال وخنبة اي طبعا شو بنقول ولد حلال والشرطة شن قالوا لك وشن بيقولوا لي يا بابا فتحوا هذاك المحضر سي ان جي ما اندهشوني وروحت
صدق فريد الأطرش لما قال خليها على الله خليها. فريد الأطرش؟ اخ لو نعرف مكانه وين قاعد بس، وش اللي خلاه ينقص لحوش ما يخلف صندوقك؟ تبهي الشرطة ما عرفوش وين يسكن. خسارة والف خسارة، خسارة والف خسارة، صني ضيقك وين زعما ديارة. يما هذا عمي يوسف. عمك يوسف قول لي يتفضل يخش للمربوعة، إن شاء الله خير. شن فيه؟ لا لا خير إن شاء الله. هاي قول له خش شي. تفضل عمي يوسف، تفضل تفضل. اي والله تفضل. مالك عمي يوسف لريت شيء وين؟ وشكون قاصي على الثاني يا ولدي؟ جحي ولا ولده؟ اكيد الجحي. واهو الجحي جي. قصدي عمك يوسف، اهو جي يسال عليكم، ويسال على موضوع الخنبة هذا اللي صار لكم يا ولدي، ان شاء الله غير مش حاجة كبيرة بس. يا ولدي ما صار شيء غير، تفضل تفضل قام زين. أيوة ندرس عمي يوسف. أيوة تفضل. تفضل عليك، تفضل عليك. انست عمي يوسف. الله يعزك يا ولدي، الله يعزك. الله يعطيك العافية. بالله عليك يا عم يوسف، مش حرام عليهم؟ الصندوق اللي عند امي فيه فلوسها كلهم وفلوس العلاج خنبوه، وانا مش عارف كيف ندير، مش عارف انا كيف لقيت له فلوس العلاج. والمشكله الاكبر المشروع اللي عندي رقد رقده واحده. لا 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 يا قرادي يا ولدي، ما عادش تعاود الكلام هذا مره ثانيه قدامي يا ولدي. تربح معقول عمك يوسف موجود وانت تدبر في فلوس علاج زبيده؟ اسمع يا قرادي، تكاليف العلاج كلها كلها على حسابي، إقامة ودواء وعلاج وحتى المواصلات كلها على حسابي. يما ديري قهوة يا عم يوسف. عم يوسف خمسة بس. خذ عشرة يا ولدي، بلك تبي أكتر. لا يا عم يوسف، نقصة خمسة دقايق بنمشي لداري، في حاجة هيك بنشريها، قصدي بنفجرها. بتفجرها؟ شن هي اللي بتفجرها يا ولدي؟ الشقاقة، الشقاقة اللي عندي نبي نكسرها، مش قصدي بنلقط فلوس لعلاج امي. عم يوسف شوية ونجيك، خذ راحتك، انت مش براني راه. ولو مش عارفة زي حوشي يا ولدي ما كنش نمشي ونجي عليكم. خذ راحتك، خذ راحتك. ايه ريت يا صاحبي يدور الشعير ويرجع لقلب الرحاء. ايه اللي درت فيه يا شنبه عمري ما ننساه. جرح كبير هيك كبرى، هبيك هبيك فص قلبي. من قال من قال هذا كله بيصير فيها؟ كانت قدامي وما بين سنوني، جيت انت واخطفتها مني في رمشة عين. جراندي يا جراندي يا جراندي. وعلاش متعبة روحك يا زبيدة؟ المفروض احنا اللي نديروها لك ونجيبوها لك لحد عندك. ما يصيرش منا الكلام هذا يا حاج يوسف، انت عاد ضيفنا وقدرك على راسنا من فوق. والله هاي تفضل هاي. بسم الله. ان شاء الله غير تعجبك قهوتنا يا حاج يوسف. تعجبني؟ هي غير صنتها بس فيها الزايد، وما دامها من يديك ان شاء الله طيبه حتى بالغاز. ما انا وين مشي لجراندي؟ قال عنده حاجه في داره يبي يديرها، البين عليه معطل. امال خليني نمشي انا. لا لا خليك يا حاج يوسف، امال عاد انا القهوه لشكون مدايرتها؟ بالله عليك يا زبيده خليها يوسف حاف. معقولة يا جراندي يا ولادي؟ في من يخلي ضيوفه بروحهم ويمشي يقعمز غادي في داره؟ عمي يوسف من العيلة ما هوش براني. ما براني إلا الشيطان يا ولدي، الله يبعده ويخزيه. اسمع يا جراندي، بعدين نبيك تخطم علي في المحل باهي. أما منهم يا عمي يوسف؟ اليوم نبعد في محل النول، جاية في بالي خطة متاع حولي جديدة، نبي نوريها للصنايعية اللي عندي باش يديروا زيها. باهي شو بتسميها خطة الحولي؟ عدلها مربحها وضربها براس مالها للباكستان، خذا حقه ويا دال ما دخلك شر. والباكستان شنو ذنبه؟ الذنبه اللي باع جماعته وفاتهم برابعه، ديما هذا حال البيوعه. تعرف لو كان نمسك 20 قهوه تندير شاورما. ها؟ شاورما؟ والله الحشيشتي الشاورما، بالله زياده كاتشب ومايونيز يا انت. هذا فيش فالح؟ في خمخمه وعلفه وطياح، دز جنيه
اعطيني سبسي، الدماغ فاضي ما لك شيء. الدوشكا يعجبك يا ميركورا، ديما مشاها عتبي ولا دخله فيها لا طابط لا نحرقه. ايه عادي ناكلها حتى نص طياب، والني في بطن التريس يطيب. صحبه برو كتح منور. اما مزايا الباين عليها شدت. عيب يا شرنقه، شدت ومدت وقريب تنبت. كازيوني مليح ولا شقلب بقلب يا جراندي؟ كازيونيات يا ولاد يا ولد، انا عب شقلب وما تعدل على حد. اسمعوا يا ولاد، بالمناسبة السعيدة هذه واني نحس في روحي فرحان هلبة هلبة هلبة، بنديريكم ليلة مقيومة بقرابيجها. ليلة طويلة يا ميلاد ودوخة خش وفيها على. تعرفوا يا ولاد، تي عندي نية غني من السكاوي للصبح. شرنقة وراس العزيز باش تخدم على البكس تجيبه معك حتى هو. تعرفوا يا ولاد عنده مية زي الفجرة، وفوق هذا حشيش تمر سكاوي عنده موال. مرسكاوي يقول فيه بالباكستاوي اطلع طول. خلوه علي لي حتى ليل مرسكاوي يا ولاد، وصابر ليل وصبري زاد دايا، والمهزة والشواء خلوه علي لي. عيب يا دوشكا، معزوم عندي انت ارى العوالة يا ولاد، تولاهي باش فنطح والنفة والباغي نعرفهم اني متعين عوالة. بالله عليك يا فندي دير جهدك معها، راهي امرأة وحدانية وما عندهاش من يوقف معها. الحمد لله ولقيت شكون يوقف بجانبها. هي شن تقرب لك؟ على خاطر لازم الواحد يتجنب الشبهات. جيران يا فندي جيران، ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يا فندي موصي على الجار يا فندي. تعرف هذه عشرة عمر، عشرة طويلة، والعشرة ما تهونش إلا على ولد الحرام حشاك. بارك الله فيك، أنا نحييك على عملك هذا، وهذا دليل على ارتباط الناس وحبهم لبعضهم. قول لي يا فندي، وتوشنا وين بتديروا؟ راهو موضوع السرقة والخنبة هذه قريب تولي في عز النهار وعين عينك، وهذه طبعا هذه ما تصحش يا فندي. احنا اليوم كتفين الدوريات وموزعينها على أغلب شوارع المنطقة لحنا فيها، ومراقبين كويس أصحاب الصوابق، ونستنوا في الوقت المناسب باش نقدروا نسيطر عليهم بالجرم المشهود. احنا معاكم يا فندي، البلاد لازم تتنظف كويس باش الناس تعرف كيف تعيش وتحس بالامن والامان. ايوه دورين شباب، دورين صغار شاري في اللمه الحلوه. احلى مسا اخونا التوشكا، نور بيكا نور يا بغلي، احلى تحيه روما شرنقة دراعي اليمين، احلى تحية باكستا واحلى باكستا ميركو يا حبيبي. انسونا في الليلة الحلوة هذه، وان شاء الله تكون احلى ليلة ما احلى قروب ولا تشارعي. اي اولاد سمونا يا شبيبة منورين. وانت ما عدو الدكتور، احنا الخواطر وانتم
نزولا على ولاد الشارع وحبايبنا، نقدم لك من اليوم حبيبنا ونجم العرب السوبر ستار الباكستاوي. الباكستاوي بيقدم لنا اليوم مرسكاوي باكستاوي. السمع يا شباب وهدوء، ربونا من دوا زايدة كنا سمعوا الباكستاوي دوا زايدة هكير. أيوة أنت لازم تسمع دوا كلك، هذا أغنية قديم، هذا كلام قديم فيه أنا أقول طول. إيه إيه We'll be right back.